انت ازاي بتشوف دور امير توفيق في المرحله دي، وهل ترى انه بيستحق الانتقاد ده، ولا بترى انه الموضوع ممكن يكون مبالغ فيه؟ لا اكيد الموضوع مبالغ فيه. وبعدين انا دايما انا من انصار ان دايما كل ما الواحد بيشتغل وكل ما بيبقى ناجح كل ما هيتهاجم كتير يعني، فدي برضو تيجي في صف امير يعني، مش ضده. ولكن امير بالمختصر المفيد، لو اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مشرف عام على الكور، لو هو شايف ان امير توفيق مقصر في اي دور من ادواره مش هيكمل امير. يعني بعيد ان احنا ننتقد امير او نتكلم على امير، اداره الكوره في النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لو شايفه ان امير توفيق ما بيقومش بشغله على الوجه المطلوب المظبوط اللي هو مطلوب منه من اداره النادي، هم اللي هيقولوا له يعني شكرا.